باهي باش نختم معاك بالتدوينه هذيا. نتصورك اللي انت بيدك متوقع يعني باش نسالك عليها ربيع، تدوينه ارمستا والكلام اللي قالوا بخصوص جبل الاحمر، غش كبير لوم كبير. مش نقرا الكلام كيف ما هو الحقيقه، يقول انه المسلسل ما وراش الصوره الصحيحه لجبل الاحمر، يلوم زاده على اغنيه الجينيريك، يقول علاش مش سمير لوسيف، محمد علي الاسمره وناجي بن نجمه وغيره يغنيوا، يعني ولاد الجبل هما اللي يغنيوا جبل الاحمر، جابوا صاحب واتهم يمكن المخرج انه هو بلاد فيها المعارف حاجه كيما هاك. هو ارمستا ساعه راني نحبه برشا وخويا، وراني حاولت البارح نتصل بيه باش نطيب خاطره لكن ما هفش عليا، واتصلت بنرمين صفر خاطر تجمعني انا وياها علاقه طيبه، وهي وارمستا اصحاب، وكيف كيف حبيتها تتواصل معاه باش تفسر له. صحيح احنا اعتمدنا، احنا اتصلت انا وارمستا وكلمني وكلمته وعندنا حكاية 3 سنين وتقابلنا وحاولنا نخدم على المسلسل، لكن في الاثناء لا زادنا الوقت لا زادتنا الامكانيات، وما مانيش اليوم في وقت اللي باش نقعد انا نشكي ونبكي ونقول راه ما فماش البيجي ماهوش مكفي ودراشية، لانه المسلسل تكاليفه اكثر بشويه من ما نتوقعه معناتها، واكثر شويه مما توقعنا من الاول بحكم اللي تونس ما عادش شرطوا المناطق الشعبيه واحد مستاهل التصوير فيها، فاللي تقرا له حسابه يدوبل في ظروف تصوير مسلسل الجبل الاحمر. عموما نحب نقول لرمسا راهو ما نحبكش منرفز، وراهو ما فما حتى عابد يشك في قيمتك الفنيه، ولكن راهو ما كانش فما زاده الخيوبيه اللي هو حاب يوصلها في التسجيل. لا هو يعرفني بالكدا ويعرف اللي انا مانيش غادي، ويعرف اللي انا مانيش اليوم باش نخدم باسم جبل ومانيش نخدم بولاده، لا على خاطر الاسمر خدم معانا في المسلسل وتعدى غنى في العرس وغيره وغيره، المسلسل كاتبه احمد الخموري ولد جبل، خادمين في الديكور ولد جبل، لي ريجيسور جينيرال نتاعنا ولد جبل، وتحيه لهم مهدي ولد الروح والولاد الكل والولاد الكومباتان ولاد دار بوحوش، وهو يعرف اكثر يمكن ويعرفوا بعضهم غاديكا. بالعكس المسلسل نفع بالكدا ولاد المنطقه، وحاولنا راه وصورنا ايامات في الجبل الاحمر، لكن كان صعيب التصوير غادي لسببين، لانه احنا ندخلوا برشا كمين فنعملوا سيركيلاسيون في الحومه كبيره برشا، تخلي الحومه تتعطل وتخلي العباد ما عادش ينجموا يخدموا، ما عادش معناتها ولينا لهم قلق في ظرف معين. فالتجأنا إلى حومة إلى ديبوزويل اللي أرمستا بيدو، قال لي والله تشبه الجبل، وقال لي جايب حذايا ديبوزويل أرمستا. يعني ربيع سامحني باش نقص عليك، معناها أرمستا كان بريفو هو باش يكون موجود في الجينيريك ولا كيفاش؟ ما فهمتش، معناها كان فما تعامل بيناتكم؟ هو مش ما كان باش يكون موجود في الجينيريك، هو كان باش يكون فما اغاني نتاع ارمستا باش يتحطوا في وسط الحلقه، لكن لا ما فماش عود بالجينيريك. دونك الغش نتاعو انه ما صارش الكلام هذا، ولا المفاهمه اللي صارت بيناتكم مش هي اللي خلاه يتغش عليك؟ هو ارمستا حس كأنه انا 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 من وجهه نظري نتاعي اللي هو تنرفز على حكايه فارغه، انا اليوم في مرحله اللي مانيش قادر باش نكمل نخلص ارمستا. على خاطر ارمستا سيفري هو الجبل، لكن مش يخدم بدون مقابل، هو باش يخدم بمقابل وباش يخدم بفلوس وحقه، اكيد حقه باش يخدم بمقابل وباش يخدم بفلوس، دونك هذا هو. اما الاغنيه حلوه الحقيقه، انا نسمح روحي نعطي رايي، انا عجبتني الاغنيه نتاع يسرى محنوش، والكتابه كتابه الحبيب محنوش سي الحبيب، والحان زاد يسرى محنوش عجبتني محلاها برشا. برافو ربيع، ان شاء الله موفق ليك ولكامل الفريق العامل معاك، وان شاء الله ربي يوفقك، قاعد تخطو في خطواتك بثبات، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن وخير. اليوم انت مخرج شاب محاط بفنانين كبار، وهذه نعرف راهي ماهيش سهله، ودونك ثقه كبيره منهم هما اللي كنتي، وانت بيدك تستحق الثقه، ونتصور اللي جاي باش يكون خير واحسن يا ربيع. شكرا لك. شكرا ميرسي وميما، ربي يخليك وميرسي للمستمعين ديالنا الكل، ربي يفضلك. عيشك شيء طيبه، ميرسي بوكو. شكرا لك ربيع التكيلي. تتفرجوا على المسلسل، مسلسل الجبل
الأحمر على قناة الوطنية. نشكر كل ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا، صادق حلويس لعمل فلوجة، كيف كيف ريحة البلاد، مريم بن حسين تلقاوها في قناة نسمة، حاولنا هكا نوعوا من الوطنية للنسمة لقناة الحوار التونسي، وإن شاء الله في الحلقات الجاية نترقوا لأعمال أخرى. شكرا لكامل الفريق، شكرا لحبيب في الإخراج، سامي في الديجيتال، مريم وشادلي خياتي في الإعداد. كنت معكم أمي معياري، باي باي، تشاو تشاو، شيء طيبة.